كان رينيه نائما من ساعة عندما سمعها تنهض وتنزل السلم وترتدي الحذاء الطويل وتفتح الباب. كان مقتنعا أنها ذاهبة إلى حمام السباحة. هل كانت تأمل أن يتبعها؟ جمع كل عزيمته ليكتم رغبة لا تقاوم في اللحاق بها. أدرك رينيه أن الشابة نفذت ما طلبه منها ووجدت الشجاعة أن تطلب منه مشاركتها حجرتها. هل كثير أن يطلب منها أن تقص عليه ماضيها؟ وهل من الضروري حقا أن يعرف ماضيها؟ جلس وهو يزمجر ودس وجهه بين يديه. لم يحدث أن أحدا وضعها في هذه الحالة. ألقى الأغطية ومد يده نحو بنطلونه. كانت جاكلين على وشك التخلص من ملابسها عندما لحق بها عند حافة الفجوة بين الأشجار. كانت حركاته سريعة، ولكن نوعا من الشك جعله يتردد في اللحاق بها. ظلت ساكنة دون أن تأتي بأية حركة لخلع ملابسها، وكأنها كانت تنتظر أن يلحق بها. أم هل كانت تعلم أنه يراقبها؟ ورينيه لم يكن على استعداد بعد للظهور. تساءل، هل هي حقا حقيقية أم جنية؟ إنها تشبه جنية النار في الأساطير الإسكندنافية. ربما كانت فعلا واحدة منهن، من يدري، فقد تتحول إلى نار وسط هذا الصقيع، وقد تستطيع أن تطير بسهولة وسط أشعة الشمس. هل هي محسوسة وسط هذا الضباب الغامض؟ ربما كانت إحدى النساء من ذكرياته. ربما كان لعدم درايتها بالحياة وعدم اطمئنانها سبب في موتها، وهذا هو شبحها. كانت رغبته في اللحاق بها لا تقاوم، ولكن رينيه ظل ينظر إليها كما فعل في الليلة السابقة. تقدمت وسط الماء إلى منتصفها، إلى أن وصلت منطقة ليست عميقة، فتمددت فوق صخرة منخفضة وسط الماء وقد غطاها الضباب. وجد رينيه صعوبة في التنفس، وعرف في هذه اللحظة أنه يحبها فعلا. ظهرت له الحقيقة فجأة، حتى أوشك أن يفقد الوعي. ظل شاخصا ببصره وسط الضباب وهو يعيد التفكير مرة ومرات في اكتشافه الأخير. كيف يحبها وهو الذي لم يقع من قبل في الحب؟ إن النساء هن اللواتي يقعن في حبه وفي عشقه، ولم يكن يستجيب أبدا لعواطفهن. كنا يعجبنه بالتأكيد، وأقام علاقات حميمية مع بعضهن، ولكن واحدة منهن لم تصل إلى درجة جاكلين، وفهم رينيه أن السبب هو أنه يحبها. أصبح كل شيء بسيطا وواضحا، حتى أوشك أن يضحك بصوت عال معلنا عن اكتشافه. لقد وقع في حب جاكلين، زوجته التي تحمل اسمه، وكانت تنتظر أن تنجب ابنه. لابد أن يمنحها أطفالا آخرين وأن يجلب لها السعادة التي تحلم بها. لماذا أخذ كل هذا الوقت الطويل حتى يفهم أنها ولدت من أجله؟ لقد تحدثت جاكلين عن حب كبير جدا لا يمكن أن يتحقق إلا في مخلوق آخر. إنه هذا النوع من الحب الذي توحيه إليه. أراد رينيه أن يلحق بها ويطمئنها ويقول لها أنه ليس ثمة سبب يدعوها لأن تخشى الوحدة ولا شياطين الوحدة. إن حبه سيحميها للأبد ويجعل من حياته كل شيء. هل يمكنه أن يعدها بذلك؟ لما لم يكن قد أحب أحدا من قبل فهو لا يعرف الإجابة. هل يدوم الحب للأبد أم هل يدوم ما بقيت في حاجة إليه؟ وماذا لو حطم الحب عندها بقطع عهود لن يفي بها أبدا؟ إن جاكلين في حاجة إلى كل هذه الاحتياجات وهذه المسؤولية. أشاعت الخوف داخله. هل تحبه؟ رينيه يعرف أنها ترغبه، ولكن الحب، إنه ليس متأكدا. أخذ يتأمل وجهها في الضوء الفضي، وقد اجتاحته الرغبة في أن يبوح لها بما يحسه وأن يطلب منها أن تخبره عن ماهية عواطفها نحوه. كان تخيل ردها وكان خاف منه، خاف لدرجة أرعبته. من الأفضل أن يرحل، ولكن رينيه لم يسبق له أن أدار ظهره إلى امرأة يحبها، خاصة وهي وحيدة وسط الليل. أي رجل لن يفعل ذلك؟ لماذا إذن يقف دون حركة في مكانه وسط البرد، بينما الشابة وسط الماء الساخن بمفردها؟ يسعدني أن تنضم إلي يا رينيه، ألم تأتي إلى هنا من أجل هذا الغرض؟
كانت تتكلم بصوت مهتز غير واثق، أما هو فقد التنفس. استمرت في حديثها: توجد صخرة مسطحة بالقرب مني وهي ساخنة. تساءلت متى عرفت بحضوره. لا شك أن ذلك وقت أن ترددت في خلع ملابسها وغاصت في المياه بها. لا شك أنها رأته في الليلة الأخرى. احمر وجه رينيه خجلا وهو يتذكر الطريقة التي تظاهر فيها بالشخير. كان عليه أن يتحمل ذيقه مما حدث. في 3 قفزات كان رينيه على حافة الحوض، فخلع حذاء التزحلق وصعد فوق الصخرة المسطحة. لم يكن يبعد عنها أكثر من 3 أمتار، ولكن الضباب منعه من رؤية تعبيرات وجهها. قال بصوت مرتجف: سأدخل في المياه يا جنية البحر والنار، هل هذا ما تريدينه مني؟ نعم. كانت جالسة وسط الماء وقد ثنت ساقيها تحتها وثبتت نظراتها عليه وقالت: لقد تعمدت أن أتصرف هذه الليلة كي تتبعني يا رينيه، وقد تعشمت أنك ستتبعني رغم أنك قلت إنك لن تفعل. لم يكن صوتها ثابتا، لم تكن أيضا ساهمة كما تدعي، ولكنها كانت عصبية وضعيفة مثله. غمرته موجة من الحنان وتساءل: هل هو من القوة بحيث يحب امرأة مثل جاكلين والتي كانت تبذل كل جهدها لتعطي انطباعا بأنها راضية بنصيبها وقدرها، بينما هي تبكي داخليا واضطرت لأن تجد لنفسها اسما تمتلكه؟ تساءل رينيه: هل سيفهم في يوم ما عمق عواطفه نحوها، وهل ستتجاوب معه بنفس القوة؟ تردد في النزول إلى الماء فسألته وهي تقترب منه: هل غيرت رأيك يا رينيه؟ كان صوتها الحاد مجرد همس تبين فيه شبه شك وخوف. سألته: هل تحس بالبرد؟ لا. أخذ يفحص وجهها تحت الضوء الذهبي، كم يود أن يقول لها أنه يحبها. كانت فاتنة ولكنها متباعدة. قالت له مؤكدة: أنت ترتجف. إنني أرتجف لأنني أحبك يا جاكلين، قالت له وهي تتراجع. أعرف ذلك. أمسكت بيده بحزم وقالت له: انزل وتحول قليلا قبل أن تتقدم، إن الماء عميق جدا على يسار الصخرة وهو ساخن، ألا تشعر بذلك؟ كانت تحدثه كما لو أنها تحدث طفلا وليس رجلا تحبه. هل لأنها لا تعير الحب أي اهتمام؟ على الأقل لن تتصرف هكذا مع العشاق العابرين. بدأت فقاعات الماء الحارة تلسعه فقال: أنا لم أكن مستعدا للحضور يا جاكلين، أما أنا فإنني مستعدة. إن اعترافها جعلها تحس بالخلاص، قالت وهي تتلعثم: ومع ذلك لم أكن واثقة بأنك ستلحق بي، كنت أعلم أن لديك رغبة في الحضور ولكنك كنت تنتظر الخطوة الأولى مني، بيد أني يا رينيه كنت خائفة جدا من الارتباط، وكنت أحاول ألا أرتبط بك مرة ثانية. ليس في حياتي جني ولا خرافة، وليس لي في الحقيقة ماضي. جاكلين، أود أن تعلم أنني لن أجبرك على أن تعيش حياة دائمة. جاكلين، من فضلك دعني أكمل. كانت كلماتها حادة مثل سكين تغرزه في قلبه، مما جعل رينيه يفزع. أكملت: إنني لن أحاول أن أسجنك يا رينيه، إنني أحبك جدا، ولكن معنى أن أسجن نفسي معك، إنني لا أريدك للأبد، ولكن إلى أن يتعب أحدنا من الآخر. وعدني أن تقول لي عندما يحدث ذلك. استطاع رينيه أن يخفي عواطفه تحت ستار من عدم الاكتراث. إن هذه المرأة تقدم له كل ما كان يرجوه، حرية أن يعد حقائب السفر ويرحل عندما يرغب في الرحيل، ولكن ما كان يناسبه في الماضي لم يعد يناسبه الآن، وهو يعرف أنها تريد شيئا آخر غير المرة السابقة. إن رينيه يحب هذه المرأة ويريدها، ومع ذلك لا يعرف الآن ماذا تحس هي.
كانت كلماتها المغرية قد رفعت من رغبته في حبها، وإذا كانت تقول أن حبهما يمكن أن يستمر إلى أن يتعب أحدهما، فبالتأكيد لن يكون هو أول من يتعب. تساءل، هل أجرت هذا الحديث مع رجال آخرين؟ كان صوتها صافيا وعذبا ومنعشا، ومع ذلك جاءت عباراتها متباعدة. أنت تعدني بهذا وأنا أعدك بذلك. هل كانا يبدأان قصة حب أم يوقعان عقدا؟ سألها بصوت مختنق. كل الليالي كنت تتركين الشاليه، أين كنت تذهبين؟ هنا طبعا. أين كنت تريدني أن أذهب؟ لست أدري، إنني أنا الذي أسأل. لم أكن أستطيع النوم، ولا أنا. لقد اعتقدت أنك كنت تذهبين لمقابلة رجل آخر، ولم أكن أنام إلا بعد أن تعودي. والليلة الأخيرة، أتقصدين عندما وجدتك هنا؟ صدقيني، لقد كنت قلقا عليك، وأحس بأنني أحبك بشدة. كان صوته مضطربا من الانفعال. سألته، لماذا رحلت إذن؟ لست مضطرا لأن تجيب، وأنت حر في أن تفعل ما تريد. اجتاحته موجة من الحب مرة أخرى. كم هي رقيقة، ولكنها مصممة على ألا تظهر هذه الرقة. لقد أحسست أنني أتدخل في حياتك الخاصة، وإذا كنت تريدين مني أن أبقى فلماذا لم تخبريني كما فعلت الليلة؟ لم أكن أعرف أنه أنت، ولم أفهم ذلك إلا بعد أن رأيت آثار الزلاجتين تقود إلى الشاليه، وفي تلك اللحظة تمنيت لو أنك بقيت. أغمض عينيه، وعندما فتحهما فوجئ بارتجاف شفتها السفلى. سألها، ولما عدت وأنت تعرفين أنني لم أكن نائما؟ كان بإمكانك أن تأتي للانضمام إلي. لم تفعل جاكلين ذلك لأنه لم يدعها للدخول. هزت كتفيها بلا اكتراث وقالت ردا على سؤاله، لقد كنت تتظاهر بالنوم، هل كنت تريد ألا أعلم أنك تبعتني؟ رغم أن صوتها لم يكن ثابتا إلا أن وجهها لم يفصح عن شيء، قال لها، على أي حال فإن الأمور ستسير سيرا حسنا، ولن أفعل شيئا لا تريدينه يا جاكلين، فلا تقلقي واسترخي ودعي الأمور تجري بسلاسة، وتأكدي من ذلك يا جاكلين، قال في صوت متهدج بعد أن ضعفت مقاومتها أمام نظرات عينيه الوالها. أنا متأكدة يا رينيه، متأكدة، وأنا بحاجة إليك.